أهلا بكم من جديد في شير. هل سيتم حظر لعبة ببجي في السعودية؟ سؤال يؤرق الشباب السعودي المتعطش لهذه اللعبة التي لا تزال تحظى بإقبال كبير. القصة بدأت مع توصية من مجلس الشورى السعودي بمنع لعبة ببجي والتي تسببت في آثار سلبية عديدة، وذلك بعد أن تلقى المجلس تقارير كثيرة تحذر من مشاكل هذه اللعبة. وأوضح محمد القحطاني عضو مجلس الشورى إن التوصية جاءت بعد شكاوى متكررة ومتعلقة بسلبيات اللعبة على المجتمع، وأشار إلى أن مبادرة حظر اللعبة قد تأتي من الجهات التنفيذية قبل إقرارها في مجلس الشورى. على تويتر في السعودية ظهر على الفور هاشتاغ حظر ببجي في السعودية، وحملت التغريدات تبايناً في الآراء ما بين رافض لفكرة الحظر وبين المؤكد على ضرورة حظر اللعبة لخطورتها، ودعا البعض إلى عدم حظر اللعبة بل توعية الآباء بوضع قيود على أبنائهم. وبعد هذا الجدل بشأن حظر لعبة ببجي في السعودية، نسبة كبيرة من الشباب السعودي اتجهت إلى الوقوف ضد قرار حظر اللعبة، وأطلقت هاشتاغ ضد حظر ببجي في السعودية، وتفاعل مع الهاشتاغ حتى الآن أكثر من 250 ألف شخص. لو تم تنفيذ قرار حظر ببجي في السعودية ستكون هي الدولة الرابعة، فقد سبقتها الهند في هذا القرار، حيث أصدرت السلطات الهندية قراراً رسمياً بسجن كل من يمارس لعبة ببجي داخل الأراضي الهندية. ثم جاء العراق، وصدق مجلس النواب العراقي بالإجماع على مقترح بحظر ألعاب إلكترونية مثل ببجي وفورتنايت. وأخيراً الأردن، حيث أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية حظر اللعبة في 6 يوليو الحالي. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن أن الهيئة أوقفت ما يسمى ببجي، ومنعها في المملكة نتيجة تبعاتها السلبية التي انعكست على المجتمع بشكل كامل.